اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. مع اسرار الحياه بنتعلم وبنستفيد من سر من اسرار الضيف اللي موجود معانا. والنهارده حلقتنا مميزه بوجود ضيف جميل عزيز علينا كلنا وصوته رائع. قبل ما ادخل في الحديث عن الموضوع اصبح على استاذه ايه زميلتي الجميله. صباح الخير يا استاذه ايه. صباح النور استاذه هند، وصباح النور على الساده المشاهدين، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. النهارده اسرار الحياه كان لي بجد الشرف بوجود محمد الموهبة الجميلة. هنتكلم عن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وعن إنشاد الدين. هسيب موضوع حلقتي للأستاذة هند وهي تعرفه لكم. طبعا حلقتنا النهاردة هتتكلم عن الإنشاد الديني، ولما نيجي نتكلم عن الإنشاد الديني هنتكلم عن كلمات خارجة من القلب، عن الصوت الدافئ النقي. مش أي حد ممكن ينشد دين إنشاد الديني، لكن إحنا النهاردة معانا موهبة معجزة بجد. معانا ومعاكم الموهبة الجميلة الضيف بتاعنا استاذ محمد. ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ كويس الحمد لله. نورتني يا محمد. بنور. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. استاذ عادل، عايزين بس تعرفنا بحضرتك اكتر وتعرف بمحمد. عادل سعد عويس من محافظه بني سويف، من قريه اسمها قريه بيليفيه. اهلا وسهلا بيك محمد. عرف الساده المشاهدين بنفسك اكتر. انا اسمي محمد عادل سعد من بني سويف قريه بيليفيه. اهلا وسهلا حبيبي محمد. بص، قبل ما ابدا موضوع حلقتي عاوزاك تبتدي لنا كده بانشوده حلوه للرسول صلى الله عليه وسلم. مفيش اجمل ان احنا نبتدي بمدح الرسول. سبحان من ارسله رحمه لكل من يسمع او يبصر، هدى به للعلا امه كانت بلا شأن لها يذكر. سبحان من أرسله رحمة لكل من يسمع أو يبصر، هدى به للعلا أمة كانت بلا شأن لها يذكر. قال اسمعوا وحي السماء واصدعوا، فالله قال اصدع بما تؤمر، وتأملوا الكون وآياته، فالخالق المبدع قال انظروا، فالخالق المبدع قال انظروا. سبحان من أرسله رحمة لكل من يسمع أو يبصر، هدى به للعلا أمة كانت بلا شأن لها يذكر. الله ينور. أستاذ عادل، كنا عايزين نعرف محمد بدأ الإنشاد من إمتى؟ إحنا والله في الحقيقة كان في الأزهر عنده أستاذ فاضل، بحب برضه أقدم له الشكر من مكاني هنا، اسمه الأستاذ سيد عبد الفتاح. تمام. بدأ يسمع محمد في الفصل بتاعه، وبعد كده قدمه في طابور المدرسة. هو محمد من بدايته ان هو بيسمع الاناشيد الدينيه من الناس الكبار، ولا هو ابتدى كده من نفسه؟ والله هو في الحقيقه انا كنت بحب اشغل الاناشيد الدينيه والقران الكريم دايما في البيت، وهو بيشوفني برضو طبعا بنشد مع نفسي كده. اكيد الاب يعني حضرتك كمان انت منشد كمان. فهو الموهبه دي اتنمت فيه من هذا المنطق يعني. تمام. فبدا طبعا انا ما كنتش اعرف ان هو الموهبه دي عنده. فأول ما الأستاذ بتاعه طبعا صوره لايف على الموبايل ونزله على الصفحة بتاعته على الفيسبوك، لقيت محمد صوته جميل وخامة نظيفة. فبدأت إن أنا أنمي الموهبة فيه. تمام. فطبعا بقى كذا مرة بقى يسجل في المدرسة، لحد الحمد لله رب العالمين بدأت أحطه على الطريق الصح. وديته مدرسة الإنشاد الديني. تمام. للشيخ العلامة الشيخ محمود ياسين التهامي. اكيد ما شاء الله. درس هناك في المدرسه المقامات، وانا طبعا كنت بسانده على طول، ووالدته ربنا يجزاها خير، وبنشجعه دايما على طول. درس فيها المقامات على يد الاستاذ مصطفى النجدي، ده موسيقار عظيم، والشيخ طه الاسكندراني من الناس العظماء
في التواشيح والموشحات، ومدرسة جميلة جدا، وربنا يخليهم وينفعوا الناس دايما بيهم على طول. محتاج طبعا مجهود جبار، يعني مش هيوصل للمرحلة ديت في يوم او اتنين، لا ده محتاج مجهود جبار عشان يوصل للمرحلة ديت. طبعا هو الحمد لله رب العالمين فترة الدراسة طبعا نجح فيها، قاعد يدرس ست شهور، وطبعا دلوقتي بقت في حاجة دلوقتي اسمها المنتخب مع الشيخ محمود ياسين التهامي، وان شاء الله قريب هيعملوا حفله تخريج وبيحضرها وزير الثقافه ويحضرها ناس مهمين جدا في البلد، وطبعا دي بتبقى مقدمه من تبع وزاره الثقافه. تمام استاذ عادل، بس احنا هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني. فاصل وسمعوه تاني. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام، ولسه مكملين مع المنشد المبتهل محمد. نورتنا. بنورك. محمد خليني بس اسمع اول انشوده انت نشدتها كانت ايه؟ كانت يعني كانت من مكه المدينه للمنشد المبتهل الشيخ مصطفى عاطف، وانا كنت وانا صغير كنت بحفظ اناشيد وكده، كنت بقولها في طابور المدرسه. ممتاز. طب تحب تسمعنا ايه يا محمد؟ وانا اسمعكم حاجه لمصطفى عاطف، بعد كده حاجه انا في المدرسه بتاعتي بتاع الانشاد كنت بحفظها. انا سمعها لنا كده. يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي، يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي، يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام، اشفع لنا يا خير الأناب. أنت المرتجى يوم الزحام، اشفع لنا يا خير الأناب. لا لنا يا حبيبنا اشفع لنا، لا لنا يا حبيبنا. يا رسول الله يا نبي يا نبي. ما شاء الله عليك يا محمد، ما شاء الله. حضرتك طبعا احنا بنشوف اطفالنا بيلعبوا كتير في مواقع النت في اي حته، ازاي تقدر تخلي محمد ان هو ينتبه للانشاد الديني ويكون بالبراعه والجمال ده؟ هو في برضه حاجه الواحد ان الاطفال برضه بتشد بعضيها، يعني تعالى نلعب بلاش تنشد، لا خلينا نلعب شويه، الكلام ده كله. هو فعلا الناس الاطفال بتلعب في الشوارع طبعا في كل مكان، مش في مكان معين اكيد. بس طبعا الام بتلعب دور كبير قوي في الحته طبعاً. دي بتبدا ان هي تملى يعني ايه حياه الطفله. تمام. اعمل كذا، ما تلعبش مع كذا، نصايح. الولد ده بشوفه مثلا اسلوبه مش كويس في الشارع، بلاش نمشي معاه طبعا. فطبعا التوجهات دي بتبقى عليها رق جامد يعني في التربيه. اكيد مهما عمل هو يدوب للشغل والبيت حاجه بسيطه. طبعا طبعا الام طبعاً في البيت بسم الله ما شاء الله يعني طبعا هي حاجه عمود البيت تعتبر. طبعا. محمد كنت عايز اعرف انت بتحب تسمع مين في الانشاد الديني؟ بتحب تبقى زيه؟ هو انا حضرتك بحب اسمع المنشدين كلهم والمبتهلين كلهم. بس اكيد في حد كده، اكيد في حد نفسك تكون زيه، حد نفسك تقابله. هو انا حضرتك كان نفسي اقابل الشيخ محمود ياسين التهامي، والحمد لله انا قابلته في مدرسه الانشاد الديني واختبرني. وانا اختبرت، هو اختبرني وانا نجحت عنده. طب الحمد لله في المنتخب باذن الله. يعني نفسك تبقى زيه؟ ايوه نفسي ابقى زيه ان شاء الله. ايه اكتر حاجه بتحب تسمعها منه؟ والله بيقول كل حاجه حلوه، قصايد واناشيد. طب تقدر تقول لنا حاجه من الشغل ده؟ هو الشغل بتاعه بصراحه هو قصايد بس انا مش حافظ قصايد. ممكن اقول لك حاجه من اللي هو علمها في المدرسه. طب مش اي حاجه علمها لك، بمعنى اصح تشكره على التعليم بتاعه. قولي ذا الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تا
تبسم وسناء بشاير من حبيبها لا تقول للموعود يا الله بشاير من حبيبها لا تقول للموعود يا الله على المختار حبيب الله حبيب الله حبيب الله ألف صلاة على النبي ألف صلاة على الزين ألف صلاة على النبي ألف صلاة على الزين وجه الكريم مكسامي والصبر أخرزين ألفين 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 صلاة على النبي يا رسول الإنسانية يا ختام المرسلين مولدك أجمل هدية من إله العالمين يا رسول الإنسانية يا ختام المرسلين مولدك أجمل هدية من إله العالمين يا رسول الإنسانية يا ختام المرسلين. الله ينور. معانا مداخلة تليفونية. الشيخ محمد. ألو 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 ألو. أيوة يا فندم. ألو أيوة ألو ألو. شيخنا ازيك يا شيخ محمد؟ ازيك يا فندم؟ الله يسلمك. منورنا يا فندم في برنامج اسرار الحياه. انا سعيد جدا جدا ومسرور والله بيك. الله يخليك يا فندم الله يخليك. طبعا احنا عايزين نعرف راي حضرتك في صوت المنشد بتاعنا الجميل. المنشد محمد عادل انا لسه سامعه والله ممتاز جدا. بداية ما شاء الله يشجي القلوب. بداية جميلة جدا إن شاء الله يعني قدام الأيام يثمر ويجلجل ويبقى جميل جدا ويشوف زي ما انتظار. يعني دي شهادة يعني نعتز بيها يا شيخنا الجليل، نعتز بحضرتك بشهادتك لمحمد. الله يبارك في حضرتك. دي حقيقة والله بسم الله ما شاء الله. حتى عندي أولادي بسم الله ما شاء الله معجبين بيه جدا. الحمد لله الحمد لله. نتمنى له مزيد من النجاح والتفوق بإذن الله. أشكرك يا فندم. محمد خلينا نرجع لك مرة تانية، وأنت حبيت الإنشاد الديني سمعت مين في الأول؟ في أول بدايتك مين اللي حببك في الإنشاد الديني؟ هو الشيخ مصطفى عاطف. يعني أول واحد وأول أنشودة كمان. أول أنشودة أنا سمعتها منه كانت كامرون وقلتها برضك في المدرسة. يعني أول أنشودة قلتها هي كامرون؟ كامرون ومن مكة المدينة وشفع لنا و... هو حاجات والله كلها جميلة. كامرون كنت لسه أقول على كامرون. نسمعها منك. وفي أشراكة كنت متعلمة عند الشيخ محمود التامي ممكن أقولها. حلو جدا. أكيد اللي أنت عاوز يا محمد. تفضل. ماشي أقول أشراكة. تمام. أشراكة شمس التهاني وابدا بدر الفلاح وحظينا بالامان والسعد لاح كالمصباح اشرقت شمس التهاني وابدا بدر الفلاح وحظينا بالأمان والسعد لاح كالمصباح عطر الله الشريف في البكرة والعشية بأزكى صلاة
عليه. ما شاء الله ما شاء الله. محمد طبعا اهلك لهم فضل كبير عليك في الاول في الاخر. احنا هنا في برنامج اسرار الحياه بتحب تشكر مين من اهلك ومن صحابك اللي وقف جنبك وشجعك سواء صاحبك؟ طبعا اهلك ده اساسي، عايزين بقى تشكرهم على الهوا. انا اشكر والدي ووالدتي واصحابي كلهم بصراحه كانوا بيشجعوني وهم بصراحه وقفوا جنبي، وبحب اشكر كل اللي وقف جنبي، وبشكر استاذ سيد هو اللي قال لي كمل في الانشاد وكده، بحب اشكرهم كلهم. طب وبابا بقى على الهوا كده تتشكر له واقف جنبك اهو. وبشكر بابا برضو هو اللي واقف جنبي بصراحه يعني، هو اللي مكمل معايا. تمام. محمد طبعا كلنا لما بنسمع سيره النبي صلى الله عليه وسلم بنحس براحه نفسيه جميله جدا. انت ايه احساسك كطفل؟ يعني مش هقول طفل، انت راجل طبعا، بس كسن صغير ايه احساسك وانت بتسمع للنبي وبتمدح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاه والسلام انا بصراحه بستريح نفسيا لما بقول حاجه للرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. واتمنى ان هو ربنا يقبلها مني. الله اكبر. بجد حاجه جميله جدا، يعني بتلاقي الواحد متضايق بيقول له صلي على النبي عليه الصلاه والسلام بيروح في ثانيه. بس جميل قوي برضو حضرتك ليك الفضل الكبير ان انت بتعلم محمد انشاد الدين. الحمد لله ربنا. ايه نفسك يكون محمد في المستقبل ان شاء الله؟ بتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هو يكون قارئ ومبتهل في اذاعه القران الكريم، وعشان يقدم حاجه تنفع الناس وتبقى يبقى قدوه للاطفال اللي هي لسه طالعه زيه، يحب ان هم يلتجئوا للمشوار ده من الاول، بدل طبعا زي ما حضرتك بتشوف الاغاني والديجيهات والكلام اللي هو بيبقى ماشيين في الشوارع يقولوه الاطفال والرقص والكلام اللي هو ما بيفيدش ده بصراحه. لا طبعا احنا نفسنا ان ننمي في اطفالنا حب الرسول صلى الله عليه وسلم والاحاديث، ويعني نحاول بقدر الامكان ان يكون فيه يعني وقت معين في اليوم بتاعنا، حتى لو مثلا اخر اليوم كده نذكر بعضينا بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم والقران. طبعا هي الحاجات دي اللي بتسعد الناس، بتسعد الناس في بيوتها. اكيد طبعا اكيد. طب حضرتك ازاي تقدر تبعد محمد عن الحاجه دي؟ يعني هو كطفل اكيد بتجيله عاوز يلعب كوره. هو طبعا حضرتك سيبني انا عاوز اروح. هو اكيد كدا. زي طفل طبعا زي حضرتك طفل كل الحاجات دي حضرتك بنقدمها له، بيلعب مع اصحابه في الشارع، بس طبعا الصحاب اللي هم ما يأثروش على يعني ايه على ادبه وعلى اخلاقه. لازم بيروح النادي برضه، بيروح الجيم مع اصحابه برضه، وبسم الله ما شاء الله ان هو مرتبط باصحابه برضه زيه كده برضه حفظت قران. تأثير كبير. برضه هم حافظين قران واناشيد برضه، بيقعدوا بعرضه مع بعض، بينفعوا بعضيهم بيذكروا برضه الذكر وكده. محمد ما عملتش انت واصحابك كده مسابقه مين اللي هينشد احسن؟ هما بصراحة بينشدوا زيي، بس ما عملناش المسابقة دي. يعني مثلا من ضمن الألعاب اللي انتوا بتلعبوها، لا احنا كل واحد يقول فينا أنشودة ونشوف مين فينا صوته أحسن. أيوه. طب اعملها بقى، أنا قلت لك على فكرة حلوة. أيوه. ماشي هنعملها بإذن الله. إن شاء الله. عايزين بقى نسمع منك حاجة تانية يا محمد. ماشي. حاجة أنت حابب تسمعها لنا. ماشي. امدح المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول. أمدح المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول. أمدح المكمل أحمد الرسول، أمدح المكمل أحمد الرسول النبي صاحب القبول، صاحب القبول، صاحب القبول. الغمام ظلل دونه يحول، من به تمثل
نال كل سول صاح سر مجدا نحوه وزور وارجو مستمدا للمحب نور. محمد معلش معانا مداخلة تليفونية. أستاذ هاني ألو ألو. يا فندم مع حضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. إزيك يا أستاذ هاني؟ أهلا وسهلا بك يا فندم. نورتنا في أسرار الحياة يا فندم. الله يعزك ويبارك فيكم. كنا عايزين نعرف رأي حضرتك في صوت منشدنا الجميل النهاردة الأستاذ محمد عادل. هو أستاذ وإن شاء الله هيبقى أستاذ. حبيبي يا أستاذان حبيبي. جميل ما شاء الله وحاجة مشرفة لأطفالنا. ربنا يا ربي يزيد ويبارك ونشجعه ونهتم بيه ونوجهه للصح إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله. أنت رأيك إيه في الخامة بتاعت صوته؟ محمد ما شاء الله خامة طيبة. صوت كويس ومتثقف بالمدرسة الإنشادية المصرية، مدرسة الإنشاد المصرية، ودي حاجة كويسة قوي. يعني إن الموهبة من صغرها تتأسس على المدرسة المصرية سواء كان في القرآن أو في الإنشاد الديني، لأن المدرسة المصرية بلا شك هي المعلمة لكل أطياف وجنسيات العالم، الكل بيرجع إلى المدرسة المصرية. محمد ما شاء الله عليه، وده برضو بفضل الله وبفضل نقابة الإنشاد الديني برعاية الشيخ محمود التهامي. نشكر حضرتك. نشكر حضرتك يا فندم. طبعا يا محمد احنا اتشرفنا بيك النهاردة وبصوتك الجميل الرائع، ونتمنى مزيد من النجاح والتوفيق ان شاء الله. يا رب. وطبعا اتشرفت بوالد حضرتك وان شاء الله حضرتك تكون اول خطوة للنجاح ان شاء الله وبداية النجاح بإذن الله النهاردة. شكرا جدا على أسرار الحياة. اتشرف بيكم وبصوت محمد الجميل، وربنا يا رب يوفقه. يا رب. عندنا يا رب. بقى تهنية أستاذة آية قوليها. اتفضلي. طبعا احنا النهارده بنهني صديقتنا الجميله والزميله العزيزه استاذه ندى بخطوبتها الجميله، ونتمنى لها ان شاء الله يعني حياه سعيده موفقه مع الباشمهندس عمرو. ربنا يا رب يفرحهم ويسعدهم ودايما يا رب مزيد من النجاح لاسرار الحياه. انتظرونا في حلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه.